بونسوار. منخفض جوي موجود فوق شمال مصر عم بيأثر على لبنان وعلى أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى نهار الجمعة. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان أكيد منشوفها بعد فقرة صورة وشمسية. بموضوعنا لهالشهر هو الصور عن الحيوانات الأليفة، اليوم وصلتنا صورة من أسماء. من بعد صورة أسماء منروح على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها، وجولتنا بتبلش مع القاهرة 24، 22 بتونس 24 درجة بالرباط، 22 ببغداد، 18 بدمشق، 23 درجة بالقدس، والختام عم بيكون مع الكويت والرياض 31 درجة، أما الدوحة 33 درجة. منوصل هلا على طقس لبنان. بكرة الجو العام عم بيكون بين غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، عم بيكون في عنا أمطار متفرقة أحيانا غزيرة. على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها لل 27 درجة، أما أدناها لل 17 درجة، الرطوبة عم توصل أقصاها لل 60%، أما سرعة الرياح عم بتسجل 50 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين 13 وال 20 درجة، أما بالداخل عم بتسجل أقصاها 23 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا من الشمال مع كار 25، 26 بطرابلس، 13 بالأرز 24 درجة بالكورة، 23 بالهرمل 24 بالقاع، 18 ببعلبك 20 درجة بريه، منكمل على جبال 24، 15 بميروبا 27 درجة بجوني، وببعبدا بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 27 درجة، وطقسها مثل ما ذكرنا عم بيكون بين غائم جزئيا إلى غائم. زحلة 21، 23 درجة بشتورة وبعنجر، 26 درجة بمشغرة، جزين 24، رشايا 22، مرجعيون وبنت جبال 24 درجة، والختام عم بيكون مع بيت الدين 22، والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و27 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة عم بيكون في عنا طقس بين غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة أحيانا غزيرة. أما لبكرة الخميس الحرارة عم توصل أقصاها ل 27 درجة، أما أدناها ل 22 درجة. مثل ما شايفين عم بيكون في عنا انخفاض بدرجات الحرارة، توصل جمعة أقصاها ل 26 درجة، ومكمل انخفاض لنهار السبت والحرارة عم بتسجل أقصاها 24 درجة، أما أدناها 20 درجة. بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين 7 و 13 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، بعتوا لنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن. أكيد شو ما كان طقسكن المفضل، لاقونا على طول على المستقبل.